جميع المواطنين المهتمين به، إذا خصو جواب مباشر. بلغ الديوان الملكي اللي هو الأساس على أشكر تاكزو في هذا الملف، لأن ما ننساوش بأن هناك بلاغ للديوان الملكي يتكلم خصيصا على هذا الملف. هو أولا كيعلن بتغيير الرئيس اللي أعلن بالحضور ديال المجلس. ثانيا كيقول البلاغ بأن كان هناك خلل في دراسة هذا الملف، في التعامل مع هذا الملف. ونفس البلاغ يطلب من الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم للأسعار والمنافسة والمجلس، لأن هناك جوج القوانين، على أساس التقرير اللي قامت به واحد اللجنة ملكية اللي تعينت على هذا الأساس هذا. نفس البلاغ من بعد كيقول بأن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من مهامها دراسة الملف، ولا النيابة عن المجلس في دراسة واتخاذ القرار فيه. بالنسبة لنا المستنتجات ديال هذا البلاغ الديوان الملكي هما سهلة. أولا هناك طلب تغيير، وهذا التغيير أساسا جاء على أساس الخلل اللي وقع في هذا الملف، ماشي واحد آخر، لأن بلاغ الديوان الملكي لا يتكلم إلا على هذا الملف. يعني بالنسبة لنا الاستنتاج المباشر هو أن يجب انتظار إصلاح القانون للرجوع لهذا الملف، لأنه هو بحده اللي وقع فيه خلل. الملفات الأخرى ليس فيها أي ضباب، لا اللي كانت ولا اللي، لأن الناس كيقولوا هنا علاش كتطبقوا القانون هنا على ملفات أخرى، لأن هذا الوحيد اللي مذكور وهو الوحيد اللي وقع فيه خلل بشهادة لجنة ملكية. يعني من العقل هي الآن غادي نرجع له، لأن القانون ديما مطبق إلى أن يغير. هذا الملف هذا لم يتم بعد، لأن ما كانش فيه قرار نهائي، لأن القرار لم يبلغ أي قرار للأطراف. إذن القرار هذا احنا كنتظروا، لأن بالنسبة لنا هذه القراءة الصحيحة لبلاغ الديوان الملكي، بأن الملف لم يغلق، لم يحسم لا من طرف المجلس ولا من طرف هذه اللجنة الملكية، وباقي في يد المجلس. إذن ملف لم يحسم وفي يد المجلس، شنو هو الاستنتاج؟ سنفتحه فوقاش ملي تغير القانون باش نفتحه على أحد الأساس اللي يمكن غادي يجيب إصلاحات باش ما نطيحوش في نفس المشاكل اللي كان طاح فيها المجلس أصلا. بما أن ما كانش مشاكل أخرى في الملفات الأخرى، حنا غاديين كنطبقوا القانون. هذا الشيء كيطرح سؤال القانوني، واخا يمكن المستمعين والمتتبعين ما يهمهمش هذه النقطه، ولكن هي مهمه. واش ملف يمكن يطبق عليه قانون اللي يلا صدر؟ طبيعه الحال نعم، لان القوانين تطبق في وقتها، يعني ملي كيتخذ القرار حنا غنطبقوا هذا. والمعمول به هو ان القوانين اللي خصها تجيب شي مسائل اللي كتضمن حقوق الدفاع بالخصوص، وهذه من المسائل المهمة، لأن بدون الدخول في بعض التفاصيل اللي ماشي مهمة، ملي كيوقع خلل في اتخاذ القرار راه كيكون إما فهم غلط القانون، ولا كيكون القانون مبهم، ولا عنده كيفية ديال التأويل ديالو كثيرة جدا. يعني كيتضبط المسائل، وهذه ملي نضبطوا المسائل ما يوقعش مشكل. إذن حنا كنتظروا في هذا الملف هذا بالذات. الحمد لله الآن القانون مر في الجعرفة الأولى، وكنفتخروا بأن العمل اللي قامت به السيدة الوزيرة المالية، لأن هي اللي كتشرف على ماشي المجلس، المجلس غير استشارة كيعطي الرأي دياله، لكن المشرف على القانون والمشروع القانون هو وزارة المالية اللي عملت مع حكومة جديدة وكانوا أولويات، ولكن تعطى الوقت لهذا الملف وصوت عليه على ما أعلم بالإجماع في الغرفة الأولى، يعني بأن المشروع اللي تقدم كان صائب، بأن اتفقوا عليه جميع الفرق السياسيين. الآن غيمر في الغرفة الثانية، كنتمناو يكون نفس النهج. بعد هذا غادي نتسناو باش يخرج في الجريدة الرسمية، لأن خاص القانون يكون نهائي، وما كيكون نهائي حتى كيصدر في هذا، وبمجرد أن يصدر في الجريدة الرسمية سنفتح الملف من جديد. طريقة طبيعة الحال هي طريقة غادي يتبعها المجلس بعد اتفاق. احنا المجلس فيه 12 الأعضاء زائد الرئيس،
وهذا الأعضاء كاين هناك مندوب الحكومة، ولكن مندوب الحكومة لا يحضر في التداولات، هذا الشيء اللي كيبين حتى استقلالية. مندوب الحكومة كيشارك لأن كيجيب معلومات، كيعطي رأي الحكومة، ولكن ملي كيكون القرار كيخرج كينسحب، لا يكون طرفا في اتخاذ القرار. إذن القرار الأول هي بأي طريقة وفي أي مستوى غادي نبداو هذا الملف من جديد. طبيعة الحال غادي يتحل، ولا خصو يتحل بطريقة نقية، طريقة تكون ذكية ونقية. علاش؟ لأن ما نساوش بأن إلا وصلنا لواحد النتيجة اللي فيها واحد الغرامة ولا فيها هذا، راه الناس عندهم الحق يمشيو للمحاكم. إلا كان القرار ديالنا غير صائب ولا غير مرتكز على مسطرة سليمة أو قرار غير مبرر أصلا، راه يمكن يتطعن في المحكمة والمحكمة تلغيه. وشنو هو الهدف؟ حتى كون خدينا الملف مباشرة بلاغ الديوان الملكي كيقول خلل في هذاك، إلا خديتي قرار على الأساس راه يمشي اللي بغا ويمشي للمحكمة ويطعن فيه. يعني ماشي من الصائب بالنسبة للمجلس وبالنسبة حتى للفاعلين في السوق باش ندرسوا على ذاك الأساس. إذن القانون غيوضح بعض الأمور لك إعادة الدراسة الملف من جديد. لا غير إلى سمحتي، المجلس هو التركيبة ديالو مجلس مكون من 12 العضو زائد الرئيس، إذن رأي الرئيس هو واحد من 13. يعني ما كيكون طاغي غير إلى كان مساواة في الأصوات، يعني ما يمكنش نعطيك رأي ديال المجلس باقي ما تكلمش. يعني غادي نوضحه، أنا اللي يمكن تأكد لك بأن مباشرة من بعد ما يخرج القانون لأن الرئيس هو اللي كيدير جدول الأعمال ديال هذا ديال الاجتماع ديال الجمع ديالنا، غادي نسجلو شخصيا، ولكن ما يمكنش نعطيك رأي ديال 12 الناس باقي ما تكلموش على الموضوع. من اللي غيتكلموا عليه هما اللي غيقرروا، غادي ندرسوا وغندرسوا بالعقل بكل نزاهة. وهذا ما نساوش بأن هاد المجالس وهاد المؤسسات الدستورية رأيي الشخصي، وهذا الشيء اللي كنعملوا به، يعني خصنا نعملوا بكل شفافية بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للفاعلين. لأن ما نساوش واحد الوقت لأن كنتكلموا مع الرأي العام، ولكن ما نساوش تم بالنسبة للرأي العام بأن الخطاب ديالنا راه موجه للرأي العام طبيعة الحال، لأنه هو الهدف الأصلي كما قلت، مستهلك القدرة الشرائية له. ولكن كاين هناك المستثمر إلا ما كانش عنده واحد السوق اللي كيثق فيه واللي كيقد يعرف القرارات علاش كتاخذ، ما غيثقش. والهدف ديالنا شنو هو؟ هو نجعله من السوق المغربي سوق جذاب للمستثمرين مغاربة وأجانب، كيثق. وهذه اللعبة ملي كيكون واحد نديرو شي بطولة ديال كرة القدم كيقول لك هذه ما فيهاش، راه ما واحد اللاعب مزيان يقول لك انا ما نلعبش انايا لان يمكن راح يضربني وراح يديها فيه.